هل فكرتم أننا ومنذ ولدنا لم نسمع باسم قابوس سواه؟ هل فكرتم أن اسمه سبب في خلوده فينا؟ فهو عديم الشبه حتى باسمه لم يشبهه الكثير. قابوس هو الرجل الجميل حسن الوجه. قابوس فارتبط معنا اسمه ورددناه كثيرا في مدارسنا ببراءتنا في طابور الصباح قولا وانتماء وحبا حينما ينادي الكشاف الذي يحيي العلم يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم. يعيش جلالة السلطان قابوس المعظم. ونحن خلفه والصوت من أعماقنا يخرج والنفس يكاد ينتهي ونتسابق ونشهق لنردد يعيش 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 يعيش. وهكذا كان رجاله العسكريين منذ أن حفظنا العقل. وهم يهزون الأرض هزا حينما يحيونه. رحمه الله. وكذلك حينما ننشد السلام السلطاني كان اسمه الدرة التي تزين اللحن والكلمة فرسخ في عقولنا وقلوبنا. نأخذ نفس عميق بكل ثبات ورؤوسنا مرفوعة نحو العلم ونقول أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقي بالدعاء. أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقي بالدعاء. فكانت الدعوات تنطلق من قلوبنا أن يحفظه الله ويقيه الشر، ولكن رحل بعيدا. سامحنا يا ابو سعيد الوداع المسموع بالحلم المسموع الوداع يا ابو سعيد. وسنظل نستذكر شهقات تحية العلم والنفس العميق في السلام السلطاني وهو راحل. تركنا نتأمل ليس سيرته فقط، إنما حتى اسمه. من شوقنا صرنا نتأمله، والأغاني التي تتزين باسمه. جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس، كلنا معك توكل سيدي قابوس. خطوات المجد البعيدة كلنا نمشيها، نحبك ورب الكون يا سيدي نحبك. رضا قابوس وصفة من الذهب قلبك. سيدي قابوس يا الباني عشت للأوطان حاميها. قابوس بونا عزنا وفخر. ماذا نفعل بكل هذه الأغنيات ومن يوقف الدمعات حين نسمعها؟ رحمك الله، كنت لنا الأغنية والعيد. الأماكن، الشوارع، المباني، البشر، كلما سمعنا أو قرأنا كتب عليها قابوس توارد إلى الذهن هو لا غيره. فتيمنت به العوائل وخلدت ذكراه المدن والشوارع وحملت اسمه الجامعات والجوامع والمدارس. ولكن إن مررنا قليلا على صفحات ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ فإننا سنجد أن اسم قابوس كان قد حمله في القرن السادس ميلادي قابوس بن المنذر ملك الحيرة في العراق. أما نحن لم نكن نعرف إلا أبانا قابوس الذي نشأنا صغارا على اسمه وكبرنا ولم نعرف سواه. وعمد هذا الارتباط منذ الطفولة إلى أن نتعلق به اسما حاضرا في دواخلنا، وكأننا ظننا أنه مخلد إلى الأبد. لم نستعد لفكرة رحيله، ولكن حكم القدر والموت ساري علينا جميعا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإن انطوت صفحتك ورفع قلمك فإن كتاب سيرتك الرفيعة ومواقفك الناصعة التي كانت بردا وسلاما على الجميع سنظل نقرأها بكل فخر واعتزاز.
رحمك الله. رحمك الله. رحمك الله.